عشير ترميش عشرين عشير ترميش نيتك كالقرى كوندو نو بامبورو ترميش نو بامبورو ترميش عشرين عشير تنة نو بامبورو تنة عشرين عشير تنة نو بامبورو تنة نو بامبورو ترميش عشرين عشير ترميش عشرين عشير ترمي نو بامبورو ترمي. اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من حلقات الجميله أشري، وهنتكلم النهارده عن البسطه. فاكرين البسطه؟ كنا زمان كلنا متربيين عليها، وامهاتنا وجدتنا كلهم كانوا بيعملوها. وبنرحب بضيفتنا النهارده فاطمه فاوي. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. رجعتينا للزمن الجميل. هو مازال الناس طبعا بتعملها، بس احنا كنا متعودين اكتر على مع امهاتنا عليها. دون حقيقي دلوقتي ابتدت الناس تتجه اكتر للحلويات الغربيه والمأكولات الغربيه، وابتدت الحاجات بتاعتنا بتاعت زمان تختفي وتبعد عننا، وان احنا دلوقتي دايما نلاقي الحاجات الغربيه اكتر، شوكولاتات وديسباسيتو واسماء، هي كلها حاجات حلوه، بس ده ما يلغيش برضو ان احنا لازم نبقى محتفظين بحاجتنا. فانا حاولت دايما ان انا في جروبي ان انا دايما اجيب الحاجات التراثيه اللي هي ابتدت تختفي، وان احنا نرجعها تاني واهل ولادنا ونعرفهم عليها ويبقوا فاكرينها، واحنا برضو نبقى محتفظين بشويه بذكرياتنا الحلوه معاها واحنا بناكلها. عجينتها مختلفه الباستا، يعني مش كيكه ولا هي يعني، ولا عجينتها ايه؟ هي ما بين الطرط وما بين الكيك، يعني هي مش ناشفه شويه زي الطرط ولا هشه وطريه قوي زي الكيك. بس طبعا المكونات واحده، يعني هي الزبده والبيض والسكر كل حاجه واحده. الفرق بس بيبقى في سمك العجينه وفي تخانتها، وطبعا المربى والحشوات اللي بتحشي بيها. مقاديرها يعني بسيطه؟ لا، مقاديرها بسيطه جدا، يعني هي بتبقى 200 جرام زبده، كوبايه الا ربع سكر، وثلاث بيضات، وطبعا بيتضرب ده الزبده مع السكر كويس، وبنحط 3 كوبايات وربع دقيق، بيتخلطوا كلهم مع بعضهم طبعا مع الفانيليا. وبنقسم العجينه جزئين، وبنفرك جزء وبنحط عليه المربى، والجزء الثاني بعد كده بنبشره ونعمله، ليها اشكال كتيره بقى. بنعمل من فوق ده ازاي؟ ده ليها اكتر من حاجه، يعني ممكن بالمبشره العاديه جدا بتاعه البصل والطماطم بتبقى ازاي هبشر عجينه؟ هي انت بتحطي الجزء الاولاني، انت بتفرديه عادي جدا، الثاني بتحطيه في الثلاجه شويه، يعني بيبقى عشان فيها زبده، هيبقى ماسك. فلما هنجيبه نيجي نبشره هيبقى متماسك معانا، فاحنا نبشره بقى، وليكم مطلق الحريه انك تعمليه بالمبشره الجزء العريض او الجزء الثاني الرفيع. وفي اشكال ثانيه يعني ممكن نعملها زي شرايط، يعني تبقى جامده كده لدرجه انها تتبشر. لما بتمسك الزبده بتبقى ماسكه فيها، اول ما بتخش الثلاجه بتجمد. فانا بقطعها كذا جزء، وامسك جزء وجزء ابشره وابتدي على الصينيه اللي انا بعملها، فبتطلع بالشكل ده. وفي بقى كمان شكل تاني، ان احنا مش بنضطرش ان احنا نحط العجينه في الثلاجه، ان احنا وهي برده نقسمها نصين، نجيب النص التاني نعمله شرايط، او نفرده ونقطعه قلوب او مثلثات باشكال اشكال تانية وتتحط. بس الشكل التقليدي اللي احنا طلعنا عليه اللي هو بتاع جدتنا واهلنا البشري. ولازم مربى؟ ما ينفعش نحط حاجه تانية غير مربى؟ هي عاده المربى، وليكي مطلق الحريه في نوع المربى، يعني ممكن تبقى مربه مشمش، تبقى مربه فراوله، مربه توت، اللي تحبيه هي. لكن هي عاده واصل ما ابتدوا يعملوها لنا، يا اما بمربه المشمش يا مربه البرتقال، لان الاثنين بيبقى فيهم مزازه مع نوع العجينه ده، فبيديها طعم مختلف، بيديها الطعم المعروف بتاعها. تعملي مربات في البيت ولا بتجيبيها؟ لا دلوقتي الحقيقه لا بجيبها طبعا. يعني دلوقتي بالنسبه لي الاول كانت متاح، لكن السكر دلوقتي والخامات بقت صعبه جدا، فلا فاوفر لي بالنسبه لي ان انا اشتريها جاهزه. اكتر طعم بيحبوه مربه ايه؟ مشمش؟ هي اللي بتليق معاها المشمش، وبتطلب كتير بالمشمش. بس في ناس بتحبها بالفراوله، بالتوت، كذا حاجه بقى، كل واحد حسب ما بيطلبها مني انا بعملها. طب وبتقعد في الفرن قد ايه الخبز بتاعها؟ لا ما بتاخدش يمكن بالظبط كده من 10 ل 15 دقيقه بس. هي ما بتاخدش كتير، لان هي مش بتبقى يعني فيها سمك العجينه عالي، محتاج نار شديده او يقعد فتره طويله جوه النار،
فالنار بتبقى بمجرد انها بتخش بتحتاج بس يعني التعامل بدرجة الحرارة تبقى 180 انها تستوي. اه بالظبط كده، انها ما بتحمرش قوي وما بتعلاش قوي، فبتبقى مش. طب دي مش محتاجة بقى خميرة ولا بيكنج باودر ولا اي حاجة؟ لا اكيد بيكنج باودر طبعا. اه ده بيتحط لها نص معلقة بيكنج باودر. لا 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 مش عجينة خميرة. محتاجة تعجين كتير ولا لا؟ مجرد زي التارت وزي البسكوتات ما بتحتاجش انها تتعجن جامد عشان العجينة ميبقاش فيها عرق، عشان تبقى دايبة ومدينة النتيجة الحلوة بتاعت القطمة بتاعتها. يعني أهم حاجة فيها برضه عشان تبقى متماسكة هي الزبدة. هي الزبدة طبعا، ده أكيد أكيد. وطبعا جودة الخامات اللي بتستخدميه فيها، نوع الزبدة الكويس، نوع المربى الكويس، الدقيق الكويس، الحاجات دي كلها بتديكي حاجة حلوة وطعمها حلو. هو احنا لازم ننخل الدقيق؟ طبعا اكيد لسببين. اول سبب لو في اي شوائب او في اي حاجه، تاني حاجه عشان يبقى في كميه هواء كبيره تخلي المعجنات هشه وتخليها تبقى لما تيجي تاكليها تحسيها انها مش مكتومه ومش تقيله، انها تبقى دايبه في البق كده لما تيجي تاكليها. طب ايه من اهم الحاجات بقى التراثيه اللي زي حاجات كتير؟ يعني انا دلوقتي ابتديت، انا بعمل طبعا القراقيش او اللي بيقولوا عليه المنين اللي بيتحشي بالعجو ده، ابتدت ناس كتير مش ما بتعملهوش او مش فاكره، وفي ناس كتير اكتشفت مع التعامل انها اول مره تدوقه اول مره، ودي كانت بالنسبه لي حاجه يعني ازاي يعني دي من حاجه عجوه او ملبن بيتعمل عجوه او ملبن او ساده. فانا استغربت يعني. وبعدين كتير كانوا دايما يقولوا ايه، لا احنا مش بنحب طعم اليانسون الزاعي قوي والشمر الزاعي قوي اللي فيه، فلا في حاجات تانية احنا نقدر نعملها فيهم، ان احنا نطحنهم نص طحنة بحيث ان احنا لما نيجي ندخلها معاهم تدينا النكهة والحلو والطعم الحلو من غير ما نحس بيه. فناس كتير لما ابتديت اعملها كده قالت لا انا اول مره ادوقها، ودي كانت بالنسبه لي صدمه يعني. فبعد كده ابتديت بقى ان انا ادخلها في المنيو بتاع الجروب بتاعي وبتاع اكلاتي من ضمن الحاجات اللي انا بعملها. ودلوقتي خلاص ان شاء الله باذن الله نازله بقى بالحاجات بتاعتنا بتاعت زمان، سد الحنك، بس احنا حبينا نعمله. فكريني بيه كده. ده اللي هو كان عباره عن عجينه بالسمنه والسكر. دلوقتي طبعا دي محدش بقى يعني، زمان دي سمنه بلدي بس. وده محتاج وزبده كمان، لما بتعمل بالزبده بدي نتيجه حلوه قوي. فطبعا الحاجات دي ابتدوا يعني ما يعرفوهاش، وكانت من الحاجات اللي بتدفي جدا في الشتاء، وكانت من الاكلات اللي لازم ناكلها في الشتاء. في ناس بيعملوها بالعيش، يعني حمصوا العيش في السمنه البلدي وبعد كده بيحطوا عليه السكر وبيسموه برضو سد الحنك. لا دي بتبقى اكلات تانية بقى بتاعت الصعيد عندنا، اللي هي اللذيذه والمديده والحاجات اللي هي يعني اللي في جوه البلاد نفسها، الكره بتاعتنا بتاعت زمان. لكن لا، سد الحنك بتاعنا المعروف اللي هو شبه البشاميل بس تخين، بس احنا ابتدينا بقى نعمله بحاجه جديده، ان احنا نعمله زي بوبس كده ونحطه في الشوكولاته ونحطه في جوز الهند بحيث ان يدي طعم مختلف عن يحبوه. ده بيبقى. والشريك؟ الشوريك برضو من الحاجات اللي انا برضو بعملها، وابتدينا برضو. لا بس الشوريك لحد دلوقتي موجود والناس بتعمله، بس هو بيختلف من مكان لمكان ومن طريقه لطريقه. يعني في ناس ما بتحطلهوش السكر اللي احنا بنحطه على الوش، وناس بتعمله كده. في ناس بتعمله باشكال تانية غير الاشكال التقليديه بتاعتها اللي هي الحلزوني. لكن هو الشوريك نفسه لا، ده موجود ومتواجد لحد دلوقتي. انا احب الحاجات بحاجات التقليديه اللي تعودنا عليها، الشكل الحلزوني بالزبط. السكر اللي من فوق يعني ده الاساس بالظبط كده. حتى لما بنيجي نعمل حاجات العيد ما بقيناش يعني انا عن نفسي ما بعملهاش بالطريقه الجديده اللي هي البصامه، ولا بعملها بالمنقاش والطريقه القديمه بتاعتنا، عشان نفضل دايما الشكل ده شايفينه وفاكرينه وما يجريش كده ويندثر. لا يبقى احنا مميزين بيه ونفضل مميزين بيه. ليكي في الفاهش والحاجات دي؟ طبعا اي حد بيعمل المعجنات والمخبوزات بيعملها، وطبعا الفاهش من الاكلات او من المخبوزات التراثيه جدا في الصعيد. واللي هم لازم خميره اللبن، واللي ما تعملش بخميره اللبن ما بيبقاش فايش طعمه حلو. بس في فايش يبقى فعلا طعمه بيختلف عن حد تاني عامله، وفي بيبقى ناشف قوي مكتوم. دي بتختلف من نوع الخميره. يعني مثلا لما تكون خميره اللبن بتاعه الفايش ناجحه، الفايش بيطلع هشش جدا وبيطلع جميل جدا، لكن لو مش ناجحه بيستعيضوا عنها بالخميره الفوريه. فدي ما بتديش النتيجه اللي بيديها الخميره الاصليه، لان هو تكنيكه مختلف. ايه خميره اللبن هي؟
انت بتجيبي اي نوع من انواع الحبوب، سمسم مثلا او حمص او فول او عدس، اي حاجه من دي، وبتطحنيه مش طحنه جامده يعني، نص طحنه كده مجروش، ونجيب اللبن بنغليه وبعدين ننزل عليه في برطمان ونقلبه شويه كده ونستنى لما البخار يطلع ونقفله، وده بعد كده ندفيه بقى ونقمره في مكان دافي، بيفصل بيعمل زي زبادي كده، ميه من تحت والطبقه دي من فوق. انت بتبتدي تاخدي الطبقه دي تحط لها الاول معلقتين دي وتسيبيها تخمر تاني، وبعدين يعني هو في تكنيك طويل في عمله، مش اي حد بيعمله بالطعم اللي لا. بيطلع بيه. مش اي حد على فكره بيعرف يعمل الفايش، يعني كل واحده اكل منها فايش تبقى طعمها مختلف عن اللي عن التاني بالظبط كده، لكن لان تكنيكه ثابت. دلوقتي بيعملوه الفايش السريع والتوست السريع والحاجات السريعه دي، بس مش بتديكي الطعم بتاع تخمير اللبن نفسه. في برضه من الحاجات اللي هي اللي نعرفها البسكوت، بسكوت النشادر بقى والحاجات دي اللي ده موجود على طول ومعنا على طول وطريقته واحده. انا قصدي برضو هو من بدري يعني الحاجات اللي احنا عارفينها القديمه الحاجه دي لازم، وطبعا في الاعياد وبالمكنه واللمه وكده، لا ده بيبقى من ضمن فعلا الحاجات اللي هي الموجوده وما بتختفيش لحد النهارده، والناس بتميزه جدا، وبالذات الصعيد ليه يعني ليه ثقافه مختلفه، يعني لازم شاي العصر ولازم حاجه مع الشاي ولازم او لازم حاجه تبقى احنا عاملينها او بالظبط كده. فلازم الحاجات دي خلاص دي في ثقافتنا، الشاي العصاري دون اساسي ولازم هناكل معاه ايه، هنشرب معاه ايه مع الشاي، ده بتبقى حاجات اساسيه يعني في الثقافه هنا ما بتتغيرش. طب وايه تاني من الحاجات القديمه غير دول بتعمليها؟ يعني انا بقى بعمل كل الحاجات القديمه، يعني انا بعمل كمان البيتي فور بتاعنا التقليدي العادي القديم اللي بجوز الهند، بعمل برضو السابلي بتاعنا، بعمل بسكوتي القهوه، بعمل حاجات كتير، بعمل كمان حادق، بنعمل اكلات ووجبات، الحاجات دي يعني من الاثنين ما بين ده ما بين ده. يعني بسكوت القهوه ده زي بسكوت عادي بس بطعم القهوه؟ هو شكله كمان شكل حبيبات القهوه، يعني بتبقى البسكوت على شكل حبيبات القهوه وطعمها طعم القهوه. اللي انت ما بتيجي تدوقيه ده بتيجي تدوقيه وبتحسي فيه بنكهه ومراره القهوه كمان. بتحطي قهوه اللي هي البودر عادي ولا بتاخدي ميتها ولا بتعملي ايه؟ لا بتبقى هي القهوه، احنا بناخد القهوه اللي هي بتبقى سريعه التحضير. القهوه سريعه الذوبان الحديثه، مش بنعمله بالقهوه التقليديه بتاعتنا. طيب يعني احنا لو عايزين نعمل مثلا مقدار من الباستا للعيله 5 افراد نعمل قد ايه دقيق؟ يعني ممكن نعمل 3.5 كوبايات ونعمل 3 بيضات وكوبايه الا ربع سكر، ونعمل يعني حوالي يعني مثلا نص برطمان صغير او ربع برطمان صغير مربى. انت اتعلمتي الحاجات دي ولا مامتك بقى؟ اول حاجه جدتي هي اللي علمتني الحاجات دي، وبعد كده مامتي، يعني مامتي من النوع اللي ما كانتش تقول لا ما تعمليش ما تخشيش المطبخ، لا كانت هي تبوظي ولما تبص تقول لي المره اللي جايه هتطلع احسن. وبابايا برضو مش من النوع اللي كان يقول بوظت او لا، هي حلوه يا بابا بس ممكن نعمل فيها كذا، لا المره الجايه. فابتدت تبقى هي هوايه بالنسبه لي، وابتدت طبعا الحمد لله. بس بقى بناتي مش كلهم ليهم في الحلويات، يعني جزء فيهم ليهم في الحلويات والمخبوزات زي وجزء التاني ليه في المأكولات بس، يعني محاشي وطبيخ واكل وحاجات زي عموما تسلم ايديكي، من شكلها باين ان هي جميله جدا، ورجعتينا والله للذكريات الحلوه. تسلمي يا حبيبتي، احنا دايما لازم نفتكر دايما زمان، لان كل حد فينا لما بيفتكر زمان بينبسط ويحس ببهجه، فمش المفروض ان احنا يعني حتى الحاجات اللي بتفكرنا فيه تندثر زي ما حاجات كتير بتختفي. لازم دايما نبقى فاكرينها عشان دي تدينا بهجه كده، تدينا دفع للحياه. شكرا ليكي. ميرسي يا حبيبتي، تسلمي، شكرا. شير ترمي شير ترمي نيتك كالجرك